السلام عليكم اخوان. اليوم شغل جديد لوت لاخونا امجد من منطقة الشعب من بغداد. هاي تفاصيله سلايد. اللوفت 3x4 3x4 هاي الطريقة. هذا مسرح يدشرن بيه الأفراخ ونفسيته تصير انطلاقية. هاي باب سلايد. أنا ماكو واحد دي يصور وياي يلزم الموبايل. هاي باب سلايد وهاي باب سلايد ثانية. أتمنى يكون واضح. هنا شباش تهوية. اللوفت يصير الخانة الوحدة مترين مربع، ارتفاع مترين، نزال مترين، عرض مترين. وهذا الممر هذا همين شغل جديد ألمنيوم اشتغلناه، تغليف ألمنيوم أبو 16 ألمنيوم تركي، مقطع تركي. هاي هنا همين بوابة، بوابة الدخولية. السقف سندويش والجدران همين بنل. الأرضية دور مثل ما قلنا عنها، الأرضية دور. هاي بهالصورة دور الأرضية بالإضافة إلى خانات تشويق. هاي خانات تشويق، خانات تشويق بهالصورة. هنا أخونا أمجد راد هاي الفكرة إنه هذا المقطوع تصير لي فوق مو لي جوا. هاي قاطع وباب سلايد. أرضية سيم، هذا مستطيل السيم نستله 3 مليم. هذا الجرار بهالصورة، جرار. عرض الخانة 60، نزالها 35، ارتفاعها 30. الخانة الوحدة المفردة، الخانة الوحدة المفردة. هذا كل أربع خانات سوى صندوق، كل أربع خانات اللي هو هذا، هذا ارتفاع منا لهنا كل أربع خانات ينشال سوى هذا. شباب يشتهوية بالخير عليه إن شاء الله، ويستاهل أخونا أمجد بالخير عليه يا رب. هذا همي المسرح خارجي نفسيته. هذا وجه اللوفت. هذا وجه اللوفت بهالصورة. هذا اللوفت كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.